قررت الفنانة السورية سلاف فواخرجي انها تعيد تجربة الاخراج من خلال فيلم جديد اسمه مدد، والفيلم من انتاج مؤسسة السينما السورية. والفيلم بتدور احداثه عن قصة انسانية لمواطن سوري مصمم انه يعيش في سوريا رغم الحرب والخطر اللي بيعيش فيها كل لحظة. الفنانة سلاف فواخرجي اكدت اكتر من مرة ان التمثيل عشقها الاول والاخراج عشقها التاني، ونجحت سلاف في تقديم نوعية مختلفة من الاعمال الفنية في مصر، واهمها فيلم ليلة البيبي دول ومسلسل اسمهان. مين دول؟ ده ضابط انجليزي انا بعرفه. هل يو كام يا سمينة؟ وي ار فاين، يو كام اون تايم. سوري مس اسمهان. اسمهان خليكي انت هنا، انا هشوف في ايه، هشوف مورطنا في ايه ولا في ايه. اما تجربة الاخراج الاولى لسلافة كانت من خلال فيلم رسائل الكرز، واللي قام ببطولته انطوانات نجيب وغسان مسعود ومحمود نصر ودانا مارديني. قصة الفيلم متاخدة من قصة للكاتب الصحفي نضال قشحة، وبتدور احداث فيلم رسائل الكرز على ارض الجولان المحتلة من خلال قصة حب بين حبيبين في ظل الحرب، والفيلم بيبشر بتحرير الجولان. أريد أحمل جثماني على كتفي، ولدت وأسفي، خلقت بأحلى يوم بتاريخ سوريا. مبروك يا خيي. إلا لأني ابنك ما مات خايف، مات مثل ما أنت بدك. من ناحية تانية رشح المؤلف ناصر عبد الرحمن الفنانة سلاف فواخرجي للمشاركة في بطولة مسلسل هجرة الصعايدة، لكن لحد دلوقتي سلاف ما أعلنتش عن موقفها النهائي من المسلسل. وآخر ظهور للفنانة سلاف فواخرجي كان في شهر رمضان اللي فات من خلال الجزء الثامن من مسلسل باب الحارة، وقدمت دور محامية اسمها جولي كان هدفها الدفاع عن قضايا المرأة. وحرب البسوس اللي بقيت 40 سنة كان سببها مرأة، وعنتراً قتل بحب مرة، وراءكم رجل عظيم، امرأة. وشاركت سلاف فواخرجي مؤخراً في لجنة تحكيم الدورة 32 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي. الأجواء حلوة، الحضور يبدو أنه أحلى، في طاقة هيك أحلى، وأكيد سنة عن سنة بتكون المهرجان بيكون عم يتطور. السنة الماضية كنت موجودة، وبتوقع أنه وبتمنى أنه هاي السنة تكون الدورة أجمل وأكثر توفيق، وبتوقع أنه هذا الشيء طبيعي لأنه كما يليق بمصر والإسكندرية ومبدعين مصر ومبدعين العرب والعالم.